وأيضا المساهمة اليابانية في قوات حفظ السلام والمراقبة الـ MFO في سيناء. そしてですね、本日、まあ、こちらから外務、茂木外務大臣に改めてエジプトからの、まあ、日本からのご貢献を、こう高く評価しているとともに感謝を、お伝え、感謝の気持ちをお伝えしました。特にですね、その、まあ、日本から、中東、まあ、地域における、平和、そして、あとと平和と繁栄のための、まあ、努力を、まあ、多大なご尽力をいただいておりますことを、茂木大臣に改めて表明しました。そして、まあ、それも一環として、カイロ国際センター、そしてアスワン平和フォーラム、であと、MFO からの、まあ、日本からの、ご参加も、受けてですね、エジプトから、その今まで通りの日本語貢献、そして多大な、ご尽力をいただいていることを改めて、感謝を申し上げたいと思います。في النهاية لا يفوتني أن أتوجه بالتهنئة مع الوزير والحكومة اليابانية والشعب الياباني على التنظيم المجيد لدورة الألعاب الأولمبية وما حققته اليابان من إنجازات خلال هذه الدورة وأن أتمنى لمعالي الوزير التوفيق والصحة خلال توليه مسؤولياته واستمرار التنسيق الوثيق مع معاليه من أجل الارتقاء بالعلاقات المصرية اليابانية علاقات تاريخية علاقات تربط بين الشعبين على أسس من الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل وأيضا التطلع بأن يكون لليابان مزيد من الدور والجهد في تعزيز إمكانيات مصر وجهودها التنموية لمصلحة ليس فقط شعبها ولكن شعوب المنطقة والقارة الأفريقية وبما يعزز من الاستقرار وبما يعزز من المبادئ التي تطلقها مصر في إطار الاحترام لكل الثقافات والاستفادة من التجارب الرائدة وبالتأكيد منها التجربة اليابانية. そして最後になりますが、茂木外務大臣、そして日本政府、そして日本国民には、まあ、今回オリンピック無事開催することができましたことを心よりご祝福を申し上げたいと思います。まあ、そこで日本もいろいろとまあメダルも獲得、まあ日本の選手もメダルを獲得されていると聞いておりますがおめでとうございます。でまあいろいろと、そしてですね、まあ改めまして今回エジプトと日本のまあどんなに特別な関係を持っており、まあ強い関係を持っていることを改めまして認識することができました。まあ、政府同士だけではなくですね、国民同士でも、まあ、感謝そして尊重お互いに持っているのではないかと思われます。特にですね、まあ、日本はエジプトだけではなくアフリカそして中東のために、中東の治安安定のためにいろいろと、まあ、ご支援をいただいていることを改めまして表敬したいと表明したいと思います。で、まあ、これからも、エジプトと日本はさらに深い関係を、まあ、築くことに向けてですね、お互いに頑張っていけたらと思います。よろしくお願いします。シクラン。2003年に外務副大臣として訪問して以来、18年ぶりにエジプトを訪問することになります。イニシエからの文明発祥の地として栄えたエジプトの歴史や文化そして地域大国としての力強さを感じながら今日はLCC大統領を表敬しそして今までシュクリ外相と会談を行いました。二国間関係の強化や地域情勢などについて大変充実した会談でありましてそのためこの共同記者発表も少し遅れてしまいました。エジプト政府の艦隊に感謝をいたします。そしてエジプトから日本に対して大変高い評価をいただいた期待をいただいた大変嬉しく思っておりますしまた東京オリンピックの開催についても温かい言葉をいただいたことを感謝を申し上げます。インナジアラティハディイラミスتأتي بعد زيارتي السابقة عندما كنت نائب وزير للخارجية من عام 2013 واليوم
وأنا أتمتع بتاريخ وثقافة وقوة مصر كدولة كبرى في المنطقة التي كانت وما زالت تزدهر كمعهد الحضارات منذ قدم التاريخ. كان لي شرف برؤية فخامة الرئيس السيسي صباحا كما أجريت محادثات مع معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري. في المحادثات تحدثنا عن المواضيع الثنائية والإقليمية وكان المناقشات مجدية جدا. وأنا آسف على التأخير لهذا هذا المؤتمر الصحفي وأتقدم بجزيل الشكر للحكومة المصرية على حسن الضيافة وأتقدم بجزيل الشكر لكلمة ضعيفة من السيد سامح شكري. 大統領、まあ、外相との会談でまず、現下のアフガニスタン情勢について、懸念を、まあ、共有し、さらなる不安定要因とならないようにイスラム世界に影響力のあるエジプトとも連携していくことで一致をいたしました。すべての当事者に対して、治安と秩序を回復し、人命と財産を、保障するよう求めたいと思います。في محادثات مع فخامة الرئيس ومعالي وزير شكري شاركنا القلق تجاه الأوضاع الأفغانية الحالية واتفقنا على نتعاون مع مصر التي تملك القوة التأثيرية على العالم الإسلامي من أجل أن لا تصبح هذه القضية عاملا للاضطرابات أكثر. نطلب من كل المعنيين استعادة الأمن والنظام وضمان حياة الناس والممتلكات.一連の会談では大エジプト博物館やエジプト日本教育パートナーシップまた新型コロナ対策に関して一層の協力確認をいたしました。في سلسلة من اللقاءات أكدنا على المزيد من التعاون في المشروعات الثنائية بما فيها مشروع المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية اليابانية للتعليم بالإضافة إلى الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 3月にスエズ運河で発生した座礁事案について問題解決に向けたエジプト政府関係者の協力に改めて謝意を表明します。日本はこれまでもさまざまな経済協力を通じてスエズ運河の発展に関わってきましたが今回の事案を契機に改めて海上交通の要衝であります同運河にかかる協力を前進させていきます。وحول ملف جنوح السفينة الذي حدث في قناة السويس شهر مارس الماضي أتقدم بخالص شكري مجددا للتعاون الذي قدم من قبل كل المسؤولين في الحكومة المصرية من أجل حل هذه القضية. ومن الجدير بالذكر أن اليابان كانت في تساهم في تطوير قناة السويس عبر مشروعات التعاون الاقتصادي المختلفة وهذا الملف جعلنا نؤكد مجددا على عزمنا المضي قدما في التعاون المتعلق بقناة السويس وهي نقطة مهمة في المرور البحري. إيجيبت は中東地域を経由してアジアと欧州、アフリカをつなぐ結節線でありまして地政学上の要衝です。法の支配に基づく国際秩序の推進は海上貿易に裨益してきた日本、エジプト双方の利益に資するものです。こうした国際秩序の実現に向けて協議枠組みの立ち上げでも一致をしました。فإن تعزيز النظام الدولي الذي يقوم على سيادة القانون يصب في مصلحة الجانبين الياباني والمصري المستفيدين من التجارة البحرية. وقد اتفقنا على تأسيس إطار للمناقشة من أجل تحقيق هذا النظام الدولي. また中東和平問題をはじめとする中東情勢やTICAD8における日エジプト間の協力、さらにはアフリカとの協力についても意見交換を行いました。中東和平をはじめとするさまざまなエジプトの取り組み、高く評価をし、今後も緊密に連携しながら、地域の平和と安定に取り組んでまいります。وقمنا بتبادل الآراء حول تعميق التعاون بين اليابان ومصر
فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط ومؤتمر تيكا الثامن والتعاون مع إفريقيا، فإننا نقدر تقديرا عاليا الجهود المبذولة من قبل مصر فيما فيها السلام في الشرق الأوسط، ونحن عازمون على استمرار التعاون الوثيق من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 長年の友人であり、地域の重要なパートナーであるエジプトと様々な分野で協力を推進していきます。إن مصر صديقنا منذ سنوات طويلة وشريكنا في المنطقة. نحن عازمون على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة. شكرا. شكرا جزيلا. ربما كان هناك ملاحظة من المترجمة المصرية التي ساعدت في إطار المباحثات وكانت محل إشادة من الوزير، فتصور أنها بتشير إلى أن الكلمة كانت ألقيتها كانت كلمة دافئة، أتصور أنه هذا هو المقصود. 先ほどのその、まあ通訳の方はもう改めてそこだけおっしゃっていただけますか。ちょっとこう聞き取りづらかったみたいで弱いって聞こえてしまったみたいなので、はい、温かい言葉のところがそこだけ。シュクラン、マイル・ウィズ・ウソワデ。最初の部分の最後のところですね、はい、私から。今回 の、 会談でですね、日本に対してエジプトから非常に高い評価、はい、そして、期待をいただいたことを嬉しく思います、はい、そして東京オリンピックについても、温かい言葉いただいたことを感謝をいたします。このように申し上げます。アシュクルコムシュクランジャゼーランリタクディランアリアンミンキバリミスティジャーハリヤバンワアシュクルコムアイダンللكلمات الدافئة لنجاح الأولمبياد طوكيو. أنا آسفة. شكرا جزيلا معالي الوزير. أنا في الحقيقة سعدت بلقائك وتطلع بأن تكون زيارتك دورية للقاهرة ولا تمتد الفترات فيما بين تواصلنا واستمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقة التي نقدرها ونثمنها كثيرا. نحن لدينا احترام بالغ لليابان ولقدرات اليابان، ولدينا ثقة بأن تعاوننا مع اليابان بيعزز من تحقيقنا للاستقرار والأمن والسلام والرخاء للشعب المصري وشعوب المنطقة. شكرا جزيلا. 改めましてエジプトへようこそいらっしゃいました。こうやって茂木外務大臣とお会いすることができましたこと非常に嬉しく思っております。で茂木大臣もご存知だと思いますが、エジプト国民そしてエジプト政府は日本に対して今までの日本の努力を非常に高く評価しておりますし、はい、日本という国家を非常に尊重しておりますので、お互いにもこれからもエジプトだけではなく、そして中東アフリカのための、まあ、開発そして平和のために一緒に努力していけばいくことができればと思っております。はい。